بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت نشكر السيدات والسادة الصحفيين على الأسئلة المطروحة، وبغيت نذكر بأن اليوم في اجتماع ديال المجلس الحكومة كانت فرصة لتقديم الوضعية ديال الهيدرولوجية الراهنة وانعكاساتها على تزويد ماء صالح الشرب وكذلك ماء السقي بالنسبة لبلادنا. في الواقع كما تعلمون فاحنا اليوم دخلنا في مرحلة دقيقة، لأن هذه 5 سنوات ديال الجفاف المتتالية، ويمكن نقولوا أن في بلادنا عمرنا ما عشنا هاد المستوى ديال الجفاف اللي عشناه في هاد السنوات الأخيرة منذ سنة 2019. وبالطبع ملي تكون تراكم فتجال أن الوضعية المنطلق تكون ضعيف. الإشكال علاش كان ضروري أننا نوضعوا السادة الوزراء والسيدات الوزيرات في الصورة ديال الوضعية اللي احنا فيها، لأن هاد الشهور الأولى فهي أبانت أننا متجهين لا قدر الله إلى سنة جافة أخرى، وهذا هو الإشكال الحقيقي اللي هو مطروح. وسمحوا لي نعطيكم بعض المعطيات باش نفهموا الوضعية اللي احنا فيها. أولا التساقطات المطرية فهي اليوم كانت في المعدل ديال 21 مليمتر فقط فات الشهور كمعدل، وبالتالي اليوم تنتكلموا انه اذا كاين تراجع مقارنه مع سنه عاديه ديال 67% التساقطات المطريه، باش نعرفوا الوضعيه اللي حنا فيها. ثانيا وهو ان درجات الحراره فهي كانت كذلك مرتفعه، حنا تجاوزنا المعدل السنوي بدرجه و30 فات الشهور الاولى، وهذا بالطبع عنده وقع على التبخر والوضعية ديال السدود. نقطة ثالثة كذلك اللي تخصنا نعرفه، وهو أنه بالنسبة للواردات ديال اللي دخلات للسدود فات الشهور الأولى فهي لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب. السنة الماضية سجلنا 1.5 مليار متر مكعب في 3 شهور الأولى، إذن تراجع ديال 2/3. وبالنسبة ل5 سنوات الماضية تراجع ديال أكثر من 50%، لأن كان المتوسط هو 1.2 مليار متر مكعب. ولأن طرحتيه شنو هما المناطق اللي معنية، غنوضعكم في الصورة كذلك ديال أولا نسبة اللي احنا فيها ديال الواردات اللي توصلنا بها، المتوسط اللي وصلنا فيها، لوكوس اللي هو اكبر خزان الماء اللي عندنا في بلادنا من المناطق اللي تكون فيها عديد من التساقطات المطريه. حيت خصنا نوضحوا بان كانت التساقطات المطريه غير البارح في طنجه وصلنا ل 22 ملم، ولكن دخلت طنجه المدينه وتتمشي للبحر ما تدخلش المناطق فين كاين السدود. باش نفهموا بان ملي تنتكلموا على التساقطات المطريه تنخصنا نربطوها فين كاين السدود باش نعرفوا واش كانت واردات ام لا مائيه. اذا بالنسبه للوكوس المعدل السنوي هي 282 مليون متر مكعب اللي كانت تدخل في السدود، هاد السنة دخلت فات الشهور الأولى 23 مليون متر مكعب. بالنسبة للملوية كانت تدخل 311 مليون متر مكعب، دخلت 121 هاد السنة. بالنسبة للسبو اللي فيه عندنا أكبر خزان مع سد ديال الوحدة، كانت تدخل 758 مليون متر مكعب، دخلت فقط 90 مليون متر مكعب، باش نعرفوا الوضعية اللي احنا فيها. بالنسبة لأبي القراق كانت تدخل 147 مليون متر مكعب، دخلت 14 مليون متر مكعب فقط. بالنسبة لأم ربيع كانت تدخل 694 مليون متر مكعب، دخلت فقط 195 مليون متر مكعب. وانتم عارفين الوضعية ديال سد المسيرة اللي هي وضعية مزرية، لان عندنا اقل من 30 مليون متر مكعب، في الوقت ان القدرة الاستيعابية ديال هذا السد هو 2.7 مليار مليون متر مكعب، اذن اقل من 1%. تنسيفت كانت تدخل 98 مليون متر مكعب، دخلت 41 مليون متر مكعب. سوس ماسا كانت تدخل 160 مليون متر مكعب، دخلت فقط 10 ديال الملايين متر مكعب. بالنسبة لدرعد واد نون كانت تدخل 165 مليون متر مكعب، دخلت فقط 4 ديال مليون متر مكعب.
وبالنسبة لزيز كيرغريس كانت تدخل 50 مليون متر مكعب، دخلت فقط 21 مليون متر مكعب. إذن توضح لكم الصورة ديال أنه الإمدادات والواردات المائية فهي ممكن نقولها وصلنا لواحد الوضعية خطيرة جدا، وهذا عمرنا ما كنا تنتصوروا أننا ممكن نوصلوا لهذا الحد بالنسبة لهذه السنة. وبالطبع هذا كان عنده وقع على نسبة ملء السدود، النسبة اليوم فهي لا تتجاوز 23.5%، واللي اي عندنا واحد 3 مليار و700 و790 مليون متر مكعب. السنه الماضيه اللي كانت سنه جافه كذلك كنا في 31% ديال ملء السدود. اذا عندنا تراجع ديال 7 نقاط مقارنه مع السنه الماضيه، وبالتالي نسبه ملء السدود بالنسبه لسوس ماسا هي 11%، بالنسبه لامور بي فهي فقط 4.75%، بالنسبه للملويه فهي 25%، بالنسبه للوكوس 39%، بالنسبه للكيرزيز غريس فهي 27%، بالنسبه لدرعا واد نون 20%، وبالنسبه لسانسيفت هي 46%. اذا هذا وعاد معلوم الساقية الحمراء، انتم عارفين بان النسبه فهي ضئيله جدا. هذا اللي تيجعل ان عندنا بعض المناطق اللي هي تتجلى ان الوضعيه اللي وصلنا لها فهي وضعيه اللي هي صعبه، خصوصا بالنسبه للنظام ديال سد المسيره، اي المنطقه ديال سطات، المنطقه ديال برشيد، هذه المناطق كلها فكاين واحد التخوف بالنسبه للمستقبل. عندنا كذلك بالنسبه النظام ديال اللي هو مطروح ديال طنجه اصيله، عندنا الاشكاليه مطروحه كذلك بالنسبه للنظام ديال الحسيمه، وعندنا اشكاليه مطروحه كذلك بالنسبه للنظام الملويه بالنسبه لبعض المناطق. اللي مهم في هادشي كله وهو ان بالطبع حنا املنا كبير بالله سبحانه وتعالى، لان باقي 3 شهور المقبله هي اللي تتكون اكثر امطارا بالنسبه لبلادنا، وبالتالي باقي معلوم وتتكون كذلك الثلوج اللي يمكن تساعد كذلك على ملء السدود، ولكن حنا دائما تنشتغلوا في اطار صراحة ولغة الحقيقة والاستباقية. هذا اللي تيجعل انه كان ضروري انه الحمد لله خدينا العديد من التدابير اللي كان كما كنا خديناهاش، بحال بالنسبة للربط المائي ما بين السبو والابي القراق طبقا للتوجيهات الملكية، لا كانت حتى الحوض ديال الرباط والمنطقة الضبيضة كانت غتكون ضرورة. اذا لم الحمد لله راه عندنا خصنا نعرفوا بان تدخل 1,300,000 متر مكعب يوميا ابتداء من اواخر شهر اكتوبر، وهذا الامر جعل ان هاد الساكنه ديال هاد المناطق فهي ما غتضررش بالقدر في هذا الاطار، وهذا فضل هذا المجهود اللي دار زياده على بالطبع برامج ديال تحليات المياه واللي درنا تسريع فيها كما تعلمون بالنسبه الجديده واسفي بفضل المكتب الشريفي للفوسفات، اسفي 30% الماء سعر الشرب تجي دابا من تحليات المياه، وابتداء من شهر يناير المقبل ان شاء الله بالنسبه الجديده كذلك غتستافد كذلك من تحليات المياه بكيفيه تدريجيه. وبالطبع والتسريع في وتيره انجاز البرنامج اللي كنا رفعناه جهه الملك وتم المصادقه عليه في اطار الجلسات العامه اللي تراسها جهه الملك ديال العديد من المحطات ديال تحليات المياه، وكذلك تعطى انطلاقا ان شاء الله ابتداء من يناير المقبل بالنسبه للمحطه ديال تحليات المياه ديال الدار البيضاء، اللي كما تعلمون المكتب الوطني للماء والسعه والشرب هو اللي شرف على هاد العمليه، واللي جعل انه الصفقه فهي تعطات لواحد المجموعه ديال المستثمرين، واللي عطات اقل ثمن تاريخيا في بلادنا، هي اقل من 4.5 ديال الدراهم، 4.5 دراهم المتر المكعب. بالنسبه باش نعطيكم واحد الفكره بالنسبه للماء اللي هو تحليات المياه اللي دارت دابا مثلا في اكادير، فالكلفه هي ديال 10 دراهم المتر المكعب، وبالنسبه للمكتب الشريفي للفوسفات الكلفه هي 5.88 دراهم، باش نعرفوا. وبالتالي حنا لان التوجه هو استعمال
الطاقات المتجددة، وبالتالي حتى الدخل إن شاء الله غيكون كذلك الثمن اللي هو غيكون قليل. وهذا هو التوجه اللي مشات فيه هذه الحكومة بالنسبة للمحطات المقبلة كلها غدار بالطاقات المتجددة باش نقلصوا التكلفة على الماء، على بالنسبة للماء سعر الشرب بالنسبة للساكنة، وكذلك بالنسبة للفلاحة، لأن كاين مناطق سقوية اللي غتستفد كذلك من تحليات المياه. ثم تبعتي وكذلك أنه في إطار الاتفاقية الشراكة اللي تم الإمضاء عليها من طرف جهة الملك محمد السادس عياده الله ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فكاين كذلك هذه الجوانب ديال تحلية المياه، وبالتالي غتكون استثمارات كذلك في هذا الإطار. واللي يمكن نأكلكم بأن إن شاء الله هاد المحطات المقبلة كلها إن شاء الله غتنطلق ابتداء من سنة 2024، طلب العروض باش تنطلق هاد الصفقات في إطار كذلك هاد الاستثمارات المقبلة. أخيرا، وهو أنه احنا المسؤولية ديالنا كحكومة، وهو أننا نديروا الاستباقية بحال اللي قلت، وأننا نديروا هاد الإنذار المبكر باش نتاخذوا التدابير اللازمه. والتدابير اللازمه بالطبع كاين مجهودات اللي غدار في مجال العرض، ولكن كاين مجهودات اللي تخصها دار كذلك في مجال الطلب. وفي مجال الطلب انتم عارفين بان عندنا مشكل كبير ديال العقلانه ديال استعمال الماء، وطرحنا عده مرات وراه تبعتوا معنا عده تدخلات لا في البرلمان ولا مع كذلك المهنيين في هذا الاطار. وكاين اشكاليه ديال النجاعه المائيه، لان كاين العديد ديال الماء اللي تيمشينا في القنوات، وكاين اشكاليه ديال الاهدار الماء. ونقولها بكل صراحه، عندنا مشكل ديال التبذير، والمشكل لا زال مطروح رغم كل ما قمنا به في اطار التحسيس الى اخره. وبالتالي اليوم اللي هو مهم، وهو انه اللجان الجهويه اللي تترأسها الساده الولاد والعمال، واللي هي تتبع بكيفيه يوميه الحاله ديال المياه، فهي غتاخذ كل التدابير اللازمه باش اننا يكون عندنا واحد العقلنه ديال الطلب، وكذلك باش يكون كذلك واحد العمليه اللي غتجعل ان الامكانيات المائيه اللي عندنا فقط ما نستعملوها في 3 شهور ولا 4 شهور، اننا نستعملوها في 6 شهور او 7 شهور، على ما ان شاء الله تكون الامطار واللي غتساعدنا باش يمكننا نتجاوزوا هذه الاشكاليه من بين هذه التدابير. وهنالك بالطبع تقليص من الضغط اللي تيكون في الماء، وكاين كذلك انقطاعات في الماء اذا كانت الضروره لذلك. هادشي غيدار على الصعيد المحلي، لان حسب التطور ديال الوضعيه اللي كاينه على الصعيد كل جماعه وكل مدينه. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.